السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بطبيعة الحال اللي كيخص دائما محور ديال علم المناعة. إذا في الفيديوهات السابقة تكلمنا على الجهاز المناعي بمسلكيه، يعني الجهاز المناعي المناعة الطبيعية ثم المناعة النوعية، وقلنا بأن المناعة الطبيعية هي مناعة تتجلى في حواجز طبيعية وكذلك في الاستجابة الالتهابية المدفوع بظاهرة البلعمة. هذه المناعة هي مناعة خلقية وتهدف إلى القضاء على جميع أنواع مولدات المضاد كيفما كان نوعها، يعني كيفما كان نوع الجسم الغريب فهي تتجه للقضاء عليه طبعا بدون تمييز. إذا فهي مناعة فورية غير نوعية وموجهة، يعني نوع غير نوعية موجهة ضد جميع أنواع مولدات المضاد. في حالة ما إذا فشلت المناعة الطبيعية آنذاك تتدخل المناعة النوعية بمسلكيها الخلقي والخلوي. إذا المسلك الخلقي تتدخل في اللمفاوية بي والتي تتميز بقدرتها على إفراز مضادات أجسام نوعية وهي بروتينات مناعية تفرز في الدم حرة. هذه مضادات الأجسام عندما تلتصق هي نوعية لكل مولد مضاد معين، عندما تفرز في الدم تلتصق بمولد مضاد لتشكل مركب المنيع الذي يبطئ مفعول مولد المضاد او يسهل عمليه البلعمه. وكذلك هناك المسلك الثاني هو المسلك الخلوي، يعني المسلك يعني هو متخصص في الخلايا المعفنه او في الخلايا السرطانيه او في بعض الفيروسات، حتى في بعض الحالات بعض العصيات. اذا هو يتم بالتدخل لمفاويات التي، لمفاويات التي التي تتميز بخاصيه السميه الخلويه، فهي عندما تنشط وتتعرف على مولد المضاد تلتصق به ثم تبدأ بإفراز مواد سامة ومادة سامة تفرزها. هذه المادة تحدث في الخلية المعفنة ثقوب مما يؤدي إلى انفجارها وبالتالي القضاء عليها، ثم يتم بعد ذلك ابتلاع من طرف بلعميات حطام الخلية المعفنة. قلنا هذا المسلكين الخلقي والخلوي لا يمكن أن يعني أن يتم إلا بوجود بلعميات. وكذلك أن البلعميات لها محور أساسي، هي محور أساسي في المناعة النوعية. علاش؟ البلعميات الكبيرة هي وحدات، هي الخلايا الكريات البيضاء وحدات هي التي تتحول إلى بلعميات. هذه الوحدات لها القدرة على يعني تنشيط اللمفاويات تي 4، وعندما تنشط اللمفاويات تي 4 تصبح لمفاويات مساعدة تنشط المسلكين الخلقي والخلوي. إذا فهناك تعاون خلوي بين الجهاز المناعي، بين مختلف مكونات الجهاز المناعي من أجل أو بأجل هدف واحد، وهو إبطال مفعول مولد المضاد والقضاء على الجرثومة أو القضاء على العنصر الغذائي. إذا يمكن بعض الحالات رغم هذا يعني هذا المسلكين الخلقي والخلوي ورغم المناعة الطبيعية يمكن للجسم أن يفشل في بعض الأحيان، يفشل في القضاء على العنصر الغريب على المولد المضاد، وبالتالي يتطور هذا العنصر الغريب هذه الجرثومة داخل الدم او في الانسجه، مما يؤدي الى يعني تفاقم الحاله الصحيه للكائن المريض، وبالتالي يمكن ان تتطور بعض الاحيان الى حد الموت في بعض الاحيان. من اجل تفادي هذه يعني الحالات او النتائج يمكن ان ندعم حبذا لو اننا نساعد الجهاز المناعي نعاونه يعني من اجل ان يقوم بدوره او ب يعني بالقضاء على الجرثومه بشكل ايسر او بشكل اسهل. اذا ما هي الطرق المعتمده في تدعيم الجهاز المناعي؟ اذا يمكن ان اعتمد هناك مجموعه من الطرق. اذا الطريقه الاولى هي الانقاء، نقيو الانقاء، وهناك طريقه ثانيه وهي التطهير. اذا ماذا، ما هو الفرق بين التطهير والانقاء؟ بين لونتيسيبسي الى سيبسي. دونك الانقاء هي عمليه تهدف الى القضاء على الجراثيم، هي عمليه تهدف الى القضاء على الجراثيم. فين؟ اين توجد؟ على سطح الجلد، على الجراثيم الموجوده فوق سطح الجلد. وهذه العمليه هي في غالب الاحيان تكون قبل العمليات الجراحيه، قبل التدخلات الجراحيه، قبل العمليات الجراحيه. يعني الطبيب قبل ان يقوم بالعمليه الجراحيه فهو يقوم بعمليه انقاء للمكان الذي سيقوم بفتحه. مثلا سيحدث جرح على مستوى المنطقه فهو يستعمل يعني مواد
يعني مثل بيتادين، مثل بعض الكحولات والكحول اليودين، كيستعملون اجل القضاء على جراثيم الموجوده فوق ذاك المنطقه قبل القيام بعمليه الفتح على ذاك المنطقه. دونك هي عمليه ديال القضاء على الجراثيم على السطح ليس بالداخل، فقط على السطح، وهي هو اجراء وقائي يعني فقط لتفادي تسرب الجراثيم عند احداث الجرح. اما التطهير فهي ايضا عمليه تهدف الى القضاء على الجراثيم، القضاء كذلك على الجراثيم، لكن اين؟ على مستوى الجرح. اذن هنا حتى في حاله ما اذا حدث جرح وتسربت الجراثيم الى داخل الجرح، انا ذاك يمكن ان نعتمد طريقه التطهير، يعني نطهروا الجرح، نطهروا يعني الجرح نحيدوا منه الجراثيم. فبالحال الاعتماد بعض المواد يعني المطهره مثل استعمال مثلا ماده الكحول، اذا يمكن استعمال الكحول، الكحول اليودي، الكحول اليودي هو ماده، كذلك البيتادين نستعملوا ايضا، كذلك الماء الاكسجيني بطبيعة الحال مخفف بشكل جيد، الماء الاكسجيني حتى هو من المواد اللي كنستعملوها في عمليات التطهير، اذا يمكن النقل عن الجراثيم اذا في حاله ما اذا تسربت الى داخل الجرح. يمكن ايضا الاعتماد على طريقه اخرى وهي اكثر فعاليه، وهي ايضا اجراء وقائي، وهي عمليه التلقيح. التلقيح، دونك التلقيح شنو هو؟ اذا هو اجراء ما كنديروش على المريض، ماشي حتى يمرض الشخص غنديروا له عمليه التلقيح، لا، فانا ذاك لا يمكن ان نقوم بتلقيح لشخص وهو يعني غير سليم وهو مريض. لا يمكن، حتى الطفل ملي كيكون مريض كدير الام ديالو تلقح له في الصغر، الا كان مريض كيقول لها الطبيب سير ديه تجيبو المره السيمانه الجايه تيبرا، ما يمكنش يلقح له وهو مريض، اذا خصنا نلقحوا الطفل وهو سليم. علاش؟ كندفعوا الجسم ديالو كنكتسبوا كندفعوه يكتسب مناعه ضد واحد الجرثومة معينه. مثلا بغينا تحسبا في المستقبل خوفا من ان الشخص يصاب في المستقبل مثلا بالكزاز، كنلقحوا ضد الكزاز، كنعطيوه لقاحات ضد الكزاز، كاين لقاح ضد الدفتيريا، لقاح ضد مثلا ضد الحصبه، ضد البغص، ما الى ذلك. اذا التلقيح هو اجراء وقائي يعني مسبق كنديروه من اجل تفادي المرض في المستقبل. اذا من اجل يعني معرفه الاليه او يعني مبدا التلقيح، غنشوفوا التجربه ديال باستور، وتجربه قام بها العالم باستور. العالم قام بها على عصيات وعصات الكوليرا، دونك عصيات الكوليرا وهي لو نون سيرتيفيك ديالها فيبريو كوليرا، وهي تسبب مرض الكوليرا ومرض يصيب الانسان ويسبب حتى يعني 100,000 وفاه سنويا حسب المنظمه العالميه للصحه. هذا الكوليرا تسبب في الموت تقريبا 100,000 شخص سنويا، ومن بين تقريبا 4 مليون اشخاص اللي كيتصابوا كل سنه، 4 مليون اشخاص اللي كيتصابوا كل سنه كيموتوا منهم تقريبا 100,000 شخص بهذا الكوليرا. بطبيعه الحال عندها اعراض وهي لا دياغي يعني الاسهال ثم الاجتفاف، حتى لشخص يمكن ان تروح ليه حتى بعض الاعراض مثلا مرض النقرس، مثلا بعض الامراض الاخرى اللي تقدر تكون مصاحبه للكوليرا. اذا هي المسبب فيها قلنا هي عصيات الكوليرا. اذا شنو درنا احنا من فورمواد عمليه مبدا التلقيح؟ ناخذ واحد الوسط مغذي وغادي نزرعوا فيه، نحطوا فيه عصيه الكوليرا، نخليوها تكاثر داخل هذاك الوسط، ولكن هذا الوسط غير متجدد، يعني في واحد الوقيته معينه سوف تنفذ المدخرات الغذائيه الموجوده في الوسط، ثم تبدا عصيه الكوليرا بالموت. نخليوها حتى مده طويله يعني قديم، اسمه وسط زرع قديم للكوليرا، هو كنا زرع فيه الكوليرا ولكن ما قمناش بالتجديد ديال هذا الوسط، يعني فيه الكوليرا ميته. ثم قمنا باخذ حقنه من هذا الوسط زرع القديم، ثم حقناه لدجاج سليم، دجاج بيت حقناه بحقنه ماخوذه من وسط زرع قديم لعصيه الكوليرا، فكانت النتيجه بقاء الدجاج حيا. اذا كيف نفسر بقاء الدجاج حيا؟ بكون عصيات الكوليرا الماخوذه من وسط زرع القديم قد فقدت قدرتها على التمريض. لو كانت حاده عصاية الكوليرا مأخوذة من وسط زرع قديم، لو كانت حادة لأدت إلى موت الدجاج. بما أن الدجاج لم يموت، يعني أن هذه العصيات المأخوذة من وسط زرع قديم غير حادة، فقدت قدرتها على التمريض، ما قدرتش تمرضها، وبالتالي الجهاز المناعي الدجاج استطاع مقاومتها. بما أن هذه فقدت قدرتها، يعني
الدجاج جسم ديالو الجهاز المناعي استطاع ان يقاوم العصير الكوليرا وبالتالي لم يموت. اذا اعيد، نفسر بقاء الدجاج بحيا بكون عصير الكوليرا المأخوذة من وسط الزرع قديم فقدت قدرتها على التمريض وبالتالي استطاع جسم الدجاج مقاومتها. صافي حتى هنا مفهومه. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو تجربة اخرى. غناخدو وسط زرع طري مزرعات زرعنا فيه يعني العصيات مازال حيه، غنديرو وسط زرع طري لعصية الكوليرا، ثم سنقوم بحقن دجاج دجاج اخر ماشي دجاج بي، دجاج اخر سليم، ثم نقوم بحقنه يعني بحقنة مأخوذة من وسط زرع طري لعصية الكوليرا. فما كانت النتيجة موت الدجاج. إذا بماذا نفسر موت الدجاج أ؟ بكون عصية الكوليرا المأخوذة من وسط الزرع الطري عصيات حادة أو مولد مضاد حاد، لم يستطع جسم الدجاج أ مقاومته وبالتالي أدى إلى موته. بسيطة، موت الدجاج يعني هذه عصية الكوليرا المأخوذة من الوسط هي مولد مضاد حاد قوي، لم يستطع جسم الدجاج مقاومته وبالتالي مات. لو كان ماشي حاد كان الدجاج غادي يقطع، بما انه مات يعني هذا حاد، وبالتالي الجهاز المناعي للدجاج أ لم يستطع مقاومة عصية الكوليرا المأخوذة من وسط الزرع الطري. لكن عندما حقنا نفس الوسط للدجاج ب الذي سبق له ان حقن بوسط زرع قديم الكوليرا ولم يموت، لاحظنا بقاء الدجاج أ حيا. هذا الدجاج أ ب اللي كنا حقناه بوسط زرع قديم الكوليرا وما ماتش وحقناه دابا بوسط زرع طري ما ماتش. إذا لماذا نفسر بقاء الدجاج حيا؟ بكون الجهاز المناعي للدجاج ب استطاع مقاومة عصية الكوليرا اللي الدجاج أ ما قدش. وباش هذا الفرق على هذا؟ أن هذا فايت لو حقناه بواحد وسط زرع قديم. إذا نقول بأن وسط الزرع القديم عصية الكوليرا الميتة أكسبت جسم الدجاج ب مناعة مكنته من مقاومة عصية الكوليرا الحادة. من نعمة يعني عطيناه لقحنا كسب ادفع هنا في هذه الحالة دفعنا جسم الدجاج ب لاكتساب مناعة نوعية ضد عصية الكوليرا، وبالتالي عندما قمنا بحقنه بعصية الكوليرا الحادة لم يموت لأن الجسم ديالو سبق له أن تعرف على عصية الكوليرا وبالتالي تفاداها وقضى عليه بشكل سلس. إذا التلقيح هو إجراء وقائي يهدف إلى دفع جسم الكائن أو جسم الشخص إلى اكتساب مناعة نوعية ضد مولد مضاد معين، وبالتالي فهذه المناعة ضد الكوليرا هي فقط ضد الكوليرا، ما تقولش غاتبري إلا حقنا دابا الدجاج بشي عصية أخرى صافي يموت، إذا هي فقط عنده مناعة ضد عصية الكوليرا، إذا هذا هو التلقيح. إذا غنشوفوا المبدأ مثلا دابا ديال التلقيح.